بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد على قناتنا. اليوم راح نتكلموا على خبر يعني رائع، يعني محبي المنتخب الوطني الجزائري بعد انتهاء فترة يعني التوقف الدولي هذا الأخير. يعني هنا شاهدنا مباراتين، شاهد يعني تصنيف تاع الفيفا للمنتخبات الوطنية تغيرات كبيرة، ونقدر نقولوا أنه أخبار يعني إيجابية خاصة لنا لمحبي المنتخب الوطني الجزائري. يعني بعد تحقيق هذوك الانتصارين اللي شفناهم خلال التوقف الدولي، تمكن المنتخب تاعنا الوطني الجزائري يعني حسن ترتيب تاعو في تصنيف الفيفا، وين ارتقى يعني بخمس مراتب كاملة، ووصل إلى المركز 41 يعني في تصنيف الدولي الاتحاد الدولي لكرة القدم. هي في الحقيقة كشفت الفيفا عن تحديث جديد يعني في تصنيف المنتخبات الوطنية، وكان هذا التحديث يعني يحمل أخبار سارة للمنتخب الوطني الجزائري. يعني نشوفه باللي نقدره واضح، قفزنا من المركز 41 يعني بعد فترة نقدر نقوله نوعا ما طويلة شوية، يعني قعدنا يعني في هذه المراتب السابقة يعني دون تقدم. هذا شيء إيجابي إخواني، حتى ولا يبقى هذا إلا مجرد تصنيف يعني، ولكن نقطة إيجابية يعني للمنتخب الوطني الجزائري. حنا شفنا أن المنتخب الوطني الجزائري اللاعبين مع يعني تحت قيادة الكوتش فلاديمير بيتكوفيتش يعني نجحوا يعني في تحقيق نتائج إيجابية هذه في هذه الفترة هذه اللي شفنا التوقف الدولي. انتصرنا على غينيا الاستوائية بنتيجة 2-0، وانتصار آخر على ليبيريا، وكلاهما يعني هذا الانتصار يعني ضمن إطار تصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا، يعني ما مش لماتش أميكو، ماتش أوفيسيال. وبالتالي يعني ارتفعت يعني نقاط المنتخب الوطني الجزائري من 1474 نقطة إلى 1486 نقطة يعني في تصنيف الفيفا. وعلى الصعيد الإقليمي يحتل المنتخب الوطني الجزائري المركز الرابع عربيا، شيء جميل، بينما على الصعيد القاري يبقى نوعا ما يعني شوية بعيد على المراكز الخمس الأولى إفريقيا، ونرانا يعني حاليا في المرتبة السابعة. ولكن يعني بفضل هذه الانتصارات الأخيرة يبدو أن المنتخب الوطني الجزائري هذا ما نقدرش نكروها، يعود ببطء، ولكنه يعني يعود بثبات إلى المسار الصحيح بإذن الله. أنا أشوفه اللي كاين فيه تحسن مستمر في الأداء، وزن انعكس يعني ذلك على التصنيف. نحن يعني نأمل أن نشاهد المنتخب الوطني الجزائري يعود إلى مقدمة الساحة القارية والعالمية إن شاء الله قريب. شكرا لكم يعني على المتابعة، بارك الله فيكم، هلا في روحتكم، وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.